مجدي. استنى. اهلا سميره. مالك مستعجل كده ليه؟ اصل عندي مشوار مهم. طب بقول لك ايه، مش هتشترك في رحله اسكندريه؟ اقول لك بكره. اوكي، باي باي. استنى، رحله اسكندريه. رايحين على فين؟ مفاجأة. مش تقولي لي بس احنا رايحين فين؟ خد افتح افتح. عشان انا وانت بس، مفيش حد تاني بعد رجوع فكري من السفر. لازم يبقى لنا مكان نتقابل فيه. مكلفاها قد ايه الشقة دي؟ بتدفع لها ايجار كام؟ كنت زمان بترفض هدية صغيرة تجيبها لك بحجة كرامتك، راحت فين الكرامة دي؟ انت دلوقتي بتعيش من عرق واحدة ست. كويس، انا شايف انك بتتقدم. متشكر يا دكتور على تشجيعك. أنا كمان هكافئك على مجهودك. محضر لك مفاجأة. خير يا دكتور؟ أنا هسفرك برا علشان تجيب نتائج الأبحاث اللي اتعملت في المؤتمر اللي أنا سافرت له، لأني مشغول ومش حاضر أسافر، وهي فرصة كويسة علشانك. إيه؟ مش مبسوط؟ بالعكس يا دكتور، ده أنا مبسوط قوي. مبسوطة انك هتشوف اوروبا. لازم تستغل كل دقيقة من وقتك هناك. حاضر. اوعى تنسى مصر. دي معقولة؟ هتوحشني. هتوحشيني اكتر. هبقى تايه من غيرك. اوعى تتشاهد هناك. لازم تكتب لي عن كل حاجة بتعملها في جوابك. طبعا هكتب لك كل يوم. ماجد، لأول مرة
أشعر بإني افتقدت إنسان أحبه بحق. بعادك عني خلاني أحاول أحلل وجودك بالنسبة لي. اكتشفت إن أنا بحب فيك عصامية والدي، وإني بعوض معاك مشاعر الأمومة اللي أنا اتحرمت منها. ماجد، انتهز فرصة سفرك وحاول تطلع على كل شيء. الدكتور الناجح مش اللي يتخرج بتفوقه بس، إنما الاطلاع هو اللي يخليه ناجح باستمرار. وأنا عايزاك تكون أحسن دكتور في مصر. حبيبتي سعاد، وحشتيني جدا جدا. يا ترى بتعملي ايه دلوقتي؟ ممكن تكوني بتفكري فيا، ولا المدة اللي فاتت خليتك تنسيني؟ انا دايما بفكر فيكي باستمرار، وزي ما قلتلك بحس اني من غيرك تايه وضايع. لكن اقولك الحقيقة، بعدي عنك خلى الشك يسيطر على تفكيري. انا خايف يكون ليكي اصدقاء غيري كانوا يعرفوكي قبل ما اعرفك، وفضلوا يعرفوكي بعد ما عرفتك، وخايف اكتر تكوني بتقابليهم في الشقة. سعاد، ما تزعليش مني، يمكن الغربة اللي انا فيها هي اللي بتخليني اسرح في افكار سخيفة. لكن انت طلبت مني اكتبلك على كل حاجة بحسها. أنا متأسف إني بتكلم في وقت متأخر. هي سعاد مش بايتة عندك؟ معرفش، أنا رجعت البيت ما لقيتهاش. طب متشكر. أنا خايف يكون ليكي أصدقاء غيري كانوا يعرفوكي قبل ما أعرفك، وفضلوا يعرفوكي بعد ما عرفتك، وخايف أكتر تكوني بتقابليهم في العش بتاعنا. فيه ضيفة قاعدة برة جاية تشوفك، اسمها علي هانم بكير. يا خبر، جات هنا؟ خليها تتفضل، دي صاحبة سعاد هانم الله يرحمها. على مهلك يا ابني، على مهلك. خليها تتفضل يا بابا. اتفضلي يا ست هانم. ضيف حياتك. حياتك الباقية يا فندم. أنا صديقتي المرحومة. عارف، كانت الله يرحمها دايما تكلمني عنك. اتفضلي. كانت الله يرحمها بتأتمني على كل أسرارها معاك. أظن من حقك إنك تحتفظ بجواباتك ليها، كانت شايلاهم عندي. متشكر أوي عليها هانم. اللي كان بيعذب المرحومة إنك كنت دايما بتشك فيها، وكنت فاكر إنك مش الراجل الوحيد في حياتها، وهي ما كانتش عايزة تقولك على سرها. لكن لازم دلوقتي تعرف، الدكتور فكري بسبب حادثة عربية وصيب بعجز في رجولته للأسف، ملوش علاج. وعاشت معاه سعاد زي أخته تمام لغاية معرفتك. علي هانم، في جواب ناقص مش موجود. انت لسه ما ابتديتش حياتك، ومع ذلك بتخون استاذك اللي انقذك من دكان بقالة وفتح لك بيته واستأمنك على مراته. حضرتك عارف ان المرحومة كنت بعتبرها زي امي. واللي مكتوب في الجوابات دي ينكتب برضو الام؟ ايوه، للام شبابها 7 سنين عشان محنة راجل. قصدك ايه؟ عايز تقول ايه؟ ولا حاجة.
عايز اقول اني مش هشتغل في عيادتك بعد النهارده. مش هتتعشى يا ابني؟ الواد الدروش باين انه هيتجنن. يا ست سيبيه في حاله، كلها يومين ويرجع لطبيعته. وهي قرايه القران وحشه؟ خلي بركه ربنا تحل عليه. ايش حال ما كنتيش بتصلي وتصومي؟ ما هو اخر صايم عن الاكل ما بياكلش، ولا دقنه اللي طولت بقى قد كده ما بيحلقهاش. الله يلعنها مطرح ما راحت سعاد زفت كلت عقل الواد في الموت والحياه. كفايه كفايه، حرام عليكي، عايزين نعيش زي بقيه الناس. بس يا واد ما تعليش صوتك عليا، الدكتوره بتاعتك دي في شبشبي. انت مفيش فايده منك ابدا، مش عايزه تفهميني خالص. صلي على النبي يا ابني، صلي على النبي، خش انت نام دلوقتي، الوقت متاخر. خش يا ابني خش، ربنا فرجه قريب. شفت مجدي عامل ايه في نفسه؟ ايوه صحيح، ايه اللي حصل للواد ده؟ ده باين انه اتجنن. لا لسه شوي، هو الدروش بس، ده تلاقي عقله خف من كتر الصم. ازيك يا مجدي؟ اهلا. ايه انت ايه حكايتك؟ حكايه ايه؟ مختفي ولا بتحضرش المحاضرات ومربي لي شنبك ودقنك؟ ايه انت بقيت خنفس ولا ايه؟ انت عارف ان كل الطلبه بيتريقوا عليك؟ ليه؟ عشان اللي انت عامله في نفسك ده. ما تزعلش مني، انا اللي خلاني اقول لك الكلام ده احساس انك محتاج لصديق. ايوه فعلا، فاتتك محاضرات كتير. متشكر يا سميره، بس ما تاخرهاش وحياتك يا مجدي، لحسن تنجح انت واسقط انا. بكره باذن الله هرجعهولك، حصر الليله خلص نقلها. ما تزعلش مني، انا اللي خلاني اقول لك الكلام ده احساس انك محتاج لصديق. أنا متشكر أوي. العفو على إيه؟ الله، أنت حلقت دقنك، ألف مبروك. الله يبارك فيكي. تشربي إيه؟ أنا هاخد قهوة. وأنا بشربها مظبوط. اتنين قهوة مظبوط وحياتك. احكي لي بقى، أنت إيه حكايتك؟ عندك مشاكل؟ يعني مشاكل مالية زي كل أنواع المشاكل. ياه، ده نحمد ربنا بقى اللي ما عنديش غير زنقة الفلوس اللي ما بتخلصش دي. عايز اضرب الارض اطلع 50 جنيه تمن تذاكر رحلة اسكندرية. جمعتهم بالطلبة ولا سلمتهمش للدكتور فكري؟ امال وديتيهم فين؟ اشتريت كتب ب20 جنيه وفاضل معايا 30. وهتعملي ايه؟ دي جريمة تبديد. لا تبديد ولا حاجة، ما تقولش هم، ربنا ما بيسيبنيش محتاجة حاجة ابدا. هو صحيح الدكتور فكري منتهز الفرصة وعمال يضايقني، لكن انا هعرف ازاي اكتمه خالص. ازاي؟ هفضحه اللي عامل متزمت ودغري وبيمثل انه زعلان على مراته قدام الناس. انت تعرفيه كويس؟ اعرفه اعرفه واعرف اخرب بيته كمان. هو مخلي بنت في الكليه معكسهاش. مش معقول. اصلك انت راجل طيب. يعني عكسك انت؟ يستجري عكس ابتسام وفاطمه وزينب. يمكن كدابين. شفت بعيني ما حدش قال لي. واشمعنى انت معكسكيش؟ بيقول عليا بلدي، لكن انا عارفه هو بيداري خوفه مني. معاك سيجارة والنبي يا مجدي؟ لا والله انا ما بدخنش، هات لنا علبة سجاير. لا لا، هو عارف، ادينا 4 فرط يا درش. حاضر. درش ده راجل امير، انا احسن زبون عنده في السجاير الفرد. انا عارفة الحساب جمع، معلش يا درش، هتفرج عن قريب، الشكوك ممنوع والزعل مرفوع. ها؟ اي خدمة سميرة. انا مستغربة ازاي انت دايما متفوق ومواظب وبتشتغل في عيادة الدكتور فكري، وفجأة تهمل نفسك وتهمل الكلية بالشكل ده. انت فيك غموض غريب، ده مش رأيي بس، ده رأي كل البنات اللي هنا. الحياة قاسية وكلها أسرار. كلها أسرار آه، لكن قاسية؟ يا أخي طب أنت راجل، أمال أنا أقول إيه؟ اتفضلي يا ست سميرة. ولع يا درش ولع، على أحسن نسيت الكبريت. ياه، الوقت سرقنا، يا دوبك جري يلحق المحاضرة. اسمع، بعد المحاضرة نتقابل على محطة الأتوبيس. اهو ده يا سيدي القصر اللي عايشه فيه عيلتنا العظيمه. احنا بقى ساكنين في الجناح العلوي جدا قوي خالص.
في السطوح. هعرفك على البطلة أمي ومفيدة أختي، هيفرحوا بيك قوي. مفيدة دي بقى هي الملاك بتاع علي اللي ما اقدرش استغنى عنه. وهي ملاك فعلا. سميرة كلمتنا عن حضرتك كتير وقالت لنا انك اشطر واحد فيهم. ربنا يساعدكم كلكم يا ابني، دي دراسة صعبة قوي. دي سميرة يا حبة عيني ما بتهمتش ساعة واحدة. انا عارفة بس كان لزومه ايه تحكيم رأيها على الطب ده. ماما استحملت كتير عشان ادخل كلية الطب، عشان كده بسميها البطلة. الورث الهايف اللي ورثناه عن ابويا اتفتفت على الورثة، وده احنا عايشين على امل نكسب قضية بيت صغير في المنصورة لنا فيه الربع بعد عمر طويل بقى ان شاء الله. تصور القضية بقالها 20 سنة ولسه. ما هو المحامي بتاعنا يا اختي لاعبي ومش نافع، بس كل يوم والتانية رايحة جاية على مكتبه. هو مين المحامي بتاعكم؟ محمود تهامي اللي في الجيزة، اصله قريبنا من بعيد وبيساعدنا في القضية. وانما انا بدي نحول القضية دي المحامي تاني، اصله واد وارث ومش بتاع شغل. يا ترى افتكرت تجيبي الدواء يا بنتي؟ بكرة بإذن الله يا ماما، اصل الدكتور عبد السلام ما جاش النهارده. الدكتور عبد السلام بتاعنا؟ ايوه، بتجيله عينات دواء جديد للكبد باخدها لماما. اصله بيحبني يا سيدي. الدكتور عبد السلام؟ ايوه. ايه غريبه، ده كتب في عينيا بس 7 قصايد شعر. النبي ده انت عينيكي تستاهل 100 قصيده. مفيده دي اصلها الشيخه بتاعتنا. والنبي يا ابني انا قلبي انفتح لك، باين عليك ابن ناس طيبين. عقلها، انا خايفه ليكون الاستاذ ده بيضحك عليها. ما تخافيش عليا يا روح قلبي. تعالي يا مجدي افرجك على غروب الشمس، المنظر من هنا يجنن. اهو المنظر ده الحاجه الوحيده اللي مخلياني استحمل السكن هنا. وكنت أظنها لن تفرجوا. صحيح؟ إزاي؟ الدكتور فكري طلبني في مكتبه، رحت له. أنسة سميرة، أنت ناوية تسددي المبلغ اللي عليك إمتى؟ ما فاضلش معايا غير 10 جنيه، خدوهم وقسطوا لي الباقي. إحنا مش فاتحين بنك، دي فلوس الكلية. وأنا أعمل إيه؟ ظروفي وحشة واضطريت أتصرف فيهم. طب إيه رأيك؟ نتعشى سوا الليلة دي ونشوف حل للموضوع ده. اسفة، العزومة مفروض تبقى بين 2 اصحاب، لكن انت بتعاملني معاملة مش ولا بد. خلاص يا ستي، ابقي رجع الفلوس وقت ما تقدري، على اقل من مهلك. وبعدين؟ ولا قبلين، رحت له البيت وتعشيت معاه. انا عايز اعرف كل حاجة حصلت في بيته من اول دقيقة لاخر دقيقة. وانا معقول اخبي عنك حاجة؟ مش انا اللي قلت لك من نفسي؟ مش كان ممكن ما اقولكش حاجة ابدا؟ طب قولي حصل ايه؟ يعني تتصور يكون حصل ايه؟ يا دكتور انا بعتبرك زي اخويا الكبير. انا طول عمري معجب بيك دكتور فكري. الله، انا مستعد اتجوزك سميرة. انا بقى انا بحبك سميرة. الله ما انتش مكسوفه وانت بتحكي لي الكلام الفارغ ده؟ ليه بتقولي كده يا مجدي؟ ليه؟ لأنك بعت التذاكر وخدت تمنهم قصاد بوسة من سعادة الدكتور، يبقى معناه إيه ده؟ بتجري في البوس؟ والنبي دمك خفيف موت وأنت زعلان. أنا مش زعلان ولا حاجة، دي مسألة تخصك أنت وتخص سمعتك. أنا مبسوطة إنك بتغير عليا، لكن أوعدك يا مجدي إن ده عمره ما هيتكرر، صدقني عمره ما هيتكرر. والدكتور عبد السلام وقصايد الشعر اللي بيكتبها في عينيكي،
عبد السلام ده عايز يتجوزني. اه انا طبعا ما احبش اكون عقبه قصاد جوازك. مجدي لازم تعرف ان انا سعيده بالصداقه اللي بتربطنا من غير اي غرض. انا عمري ما بفكر انك تكون جوزي لاني مش عايزه اخسرك. انت مجدي شيء مختلف بالنسبه لي عن كل الرجاله. اسمع، ايه رايك تعزمني على سينما وانا اعزمك على العشاء في بيتنا؟ اتفضل. ثانية واحدة علق على المسقعة. الله، بموت في الغنوة دي. من الحكايات المسقعه وتعالي نقعد مع بعض شويه. انا جعانه اموت. وانا جعانه اكتر منك. مجدي تعالي يا بيضة تعالي، للسعادة بالليالي، تعالي يا حلوة تعالي، للسعادة بالليالي، ونعيش نغزي الهوانا مواويل لقلل الكناوي علشان يا ابني. وهي بتنظف الأوضة وقعت منها الصورة غصب عنها. صدقني يا ابني أنا كنت واقف. ايوه بقى، هي وراه وراه في الحياة والموت كمان. مش صاحبة فضل عليه يا أم مجدي؟ سعيدة يا مجدي، معلش أنا متأسفة، أصل كان لازم أجي عشان خاطر معايا حاجة مهمة جدا. أهلا وسهلا. مين يا مجدي؟ صباح الخير يا طنط. سميرة زميلتي في الكلية. لا مؤاخذة يا طنط، أصل لازم نراجع سوا محاضرة مهمة عشان خاطر امتحان بكرة. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. يا خبر يا طنط، ده أنا ما كنتش متصورة إن الجميلة وصغيرة بالشكل ده.
ده اللي يشوفك يقول عليك اخت مجدي مش مامته. يا اختي الهي خليكي يا حبيبتي. يا سلام وذوق الجنان في شقتك. لا بقى اسمعي، انا لازم اخدك معايا وانا بشتري جهاز يا طنط. انتي مخطوبه يا بنتي؟ ليه، هو مجدي ما قالش لحضرتك؟ انا مخطوبه للدكتور عبد السلام المدرس في الكليه بتاعتنا. هو مجدي بيقول لي على حاجه؟ ابدا يا بنتي. لا مالكش حق يا مجدي. تشربي ايه يا حبيبتي؟ قهوه. مظبوط يا طنط، وحضرتك تشربي معانا عشان اشوف لك الفنجان. والنبي انا قلبي ارتاح لك. لازم تتغدي معانا عشان يبقى عيش وملح. يا ريت يا طنط، بس ما اقدرش اتاخر على ست الحبايب. يخليكي لها. اقرا. ايه الاسئله دي؟ امتحان بكره. امتحان بكره؟ معقوله؟ جبتيها منين؟ مالكش دعوه، المهم ما تضيعش وقتك الليله دي وتذاكر اجابات الاسئله دي وبس. جبتيها منين؟ عايز اعرف. الدكتور فكري؟ لا لا والله. يبقى الدكتور عبد السلام. انت مالك يا اخي، المهم انك تعرف الامتحان وخلاص. لا لازم اعرف جبتيها منين. طب احلف لي انك مش هتقول لحد. والله ما هقول. ايوه الدكتور عبد السلام. خليك واقعي يا مجدي، كل الناس كده، كل واحد بيلاقي فرصه قدامه بيخطفها. انا ما بحبش السرقه يا سميره. واللي حصل في بيتنا بيني وبينك ديك النهار ما كانش سرقه. والاسئله دي المهر اللي دفعه الدكتور عبد السلام؟ عبد السلام ما بقاش يجيب سيره الجواز خالص. امال اداك الاسئله دي ليه؟ قلت لك من اول يوم انه بيحبني. مين عارف ايه الثمن اللي دفعتيه عشان تاخدي الامتحان ده؟ سميره، ايوه. هي مشيت ليه؟ اشربي يا نفيسة. دكتور مجدي، اهلا يا ابني، اتفضل. معلش يا طنط، انا اسف اني جاي في وقت متاخر كده. مش متاخر ولا حاجه يا حبيبي، ده بيتك. اصلي كنت عايز سميره عشان اسالها على حاجه في امتحان بكره. سميره نزلت يا ابني، قالت لي ان في درس في الكتاب مش فاهماه، خطفت رجلها لحد بيت الدكتور عبد السلام يشرحه له. كنت فين؟ ابدا، فوت على بيت الدكتور عبد السلام اساله في حاجه ما لقيتوش. يا هانم انت بره بيتكم من ساعه ونص. طب طب بس ما سحقش، تعالى نخش جوه لحسن الناس تاخد بالها. تعالى. انا عايز افهم ازاي بتروحي بيت عبد السلام بالليل ولوحدك. مجدي، عبد السلام والدته واخواته البنات ساكنين معاه وكلهم اصحابي وبيزورونا. صحيح طبعا، لكن ده مش معناه انك تبطل غيره. انا عايزك تفضل مشعلل على طول. عارف يا مجدي نفسي في ايه دلوقتي؟ ايه؟ احطك على صدري وغمض عيني واموت. الله يبارك فيك يا اتفضل يا حبيبي. عقبالك يا جمايا، عقبالهم يا اختي يا رب. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. عقبالك يا حبيبي، عقبالك يا حلوة المزايد، عقبال حلاوتها يا اختي يا رب، عقبالها. بلاش يا عم. صلاة النبي، صلاة النبي. ألف مبروك يا طلعت. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اتفضل يا حبيبي. عقبال بنتك بقى كده. شوف يا دكتورة كبيرة. اتفضل يا اخويا. انتوا فين يا عم مصطفى؟ فين يا حسنين؟ ما بيسالوش يا ابني ابدا الا في المناسبات. خد يا اخويا، خد. اللهم صل على النبي. وكون مبروك لعبد الحسين. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كنا ناكل بسط على حساب المحل مسكري. ألف مبروك يا ست أم مجد. ما علمكش يا حبيبي. مبروك يا أبو مجد. وعليك برسالة. ألف مبروك يا دكتور. يا نورتنا. الله يبارك فيك يا عم سكري. الف شكر، والله ما كانش في داعي للتكليف. مفيش داعي ازاي؟ ده انت اول دكتور في شارعنا. ده انا من هنا ورايح احيا بمزاج. والله لو كنت اعرف اصغرت كنت صغرت. اصغرت انا يا اخويا. الف مبروك يا سميره. انا عايزاك تبارك لي على حاجه تانية. خير؟ انا هسافر اوروبا. اوروبا؟ ايوه، في رحله الكليه. فرصة ما تتعوضش. قبرص واليونان وإيطاليا وعشرة أيام في باريس بـ30 جنيه. أنتوا كسبتوا قضية البيت؟ لا، من بقية فلوس تذاكر رحلة اسكندرية. أنتي مستبيعة؟ دي مسؤولية، هترضيهم إزاي؟ أنا أول السنة نكون كسبنا قضية البيت أبقى أرده. هو بسلامته الأستاذ محمود مسافر معاكم؟
معرفش. مين الأستاذ محمود يا طنط؟ ده يا ابني المحامي اللي بيشوف لنا قضية البيت. ما هو لازم بقى سميرة هتدرس معاه القضية في أوروبا. وده ينفع في القضايا ده، ده حقه يقفل مكتبه أحسن. وحضرتك موافقة إن سميرة تسافر؟ والله يا ابني سميرة اتغيرت، اللي في دماغها بتعمله. حسافر يعني حسافر؟ انتوا دافعين حاجة من جيبكوا؟ انت يا ابني مش غريب، وهي بتسمع كلامك. عقلها ما تخليهاش تسافر. الواد المحامي ده بيضحك على عقلها ومعشمها بالجواز، لكن انا عارفه عيلته ما ترضاش، لازم يجوزوه بنت عمه غنيه زيه. يلا يا ماما. يلا يا بنتي. عن اذنك يا مجدي يا ابني، زياره بسيطه لحد الجيران وراجعين حالا، ما تمشيش قبل ما نيجي. ها حاضر. والنبي يا مجدي يا ابني ما تنساش تعقلها، سميره طويله وعريضه لكن هبله وقلبها ابيض. والمحامي ده برضه عاوز يتجوزك؟ هو لسه ما وعدنيش بالجواز. امال ازاي بتضحي بسمعتك في الكليه وتصرفي في فلوس التذاكر لمجرد انك تسافري ورا واحد ما انتش عارفه اذا كان هيتجوزك ولا لا؟ يا مجدي انت دايما بتنسى اني بقوم بدور الراجل في العيله، وان الفلوس هي العقبه الوحيده اللي قدامنا. ابويا كان بيحب امي، بيعبدها، مات وسابنا واحنا لسه عيال. عمل لها ايه الحب؟ قدرنا نحوله ذهب؟ ابدا. امي غسلت هدوم الناس عشان تربينا، ما كانت الخياطه ومرمطه امي وشايه هم اللي دخلوني كليه الطب، ومفيده فضلت جهل عشان امي ما تقدرش تعلم اتنين. احنا محتاجين للفلوس، كفايه حرمان، عايزين نلبس وناكل ونشرب زي بقيه الناس. انت ما تعرفش احنا عايشين ازاي، ما تعرفش الهدوم اللي انا لابساها دي راحت للرفه كم مره. يا سميره انت صبرت كتير، وبكره تشتغلي وتكسبي. بكره قبل ما اكسب تكون امي واختي ماتوا من الجوع، وانا مش مستعدة استسلم للحياة اللي بتتحداني. لازم اتحداها واخد كل فرصة قدامي، والا هروح في الرجلين. وعشان كده قررت هسافر وراه. ايوه هسافر وراه ومحدش يدعوا بيا. على كل حال دي مش حاجة غريبة عليكي. اللي خلاكي تروحي للدكتور فكري بيته وتروحي للدكتور عبد السلام في بيته، يبقى سهل قوي انك تلفي ورا محمود المحامي اوروبا بحالها. انا فاهم كويس ايه اللي بيحصل بينك وبينهم كلهم. اوعى تقول كده يا مجدي، انت فاهمني غلط. اذا كنت خليتك تبوسني ده لاني بحبك، لاني بحس ان عاطفي كلها ملكك. لكن انتوا كده، لما الواحده تدي عاطفها الراجل اللي بتحبه يفتكر انها بتعمل كده مع كل واحد. سميرة انا بغير عليك يا سميرة. مجدي أرجوك تفهمني، أنت ما تقدرش تحقق لي طموحي لأنك فقير وغلبان زيي، لكن أنا بحبك، أنت حب العمر كله. سلامة، رجعتي امتى؟ امبارح بس. وعملت ايه بقى مع الاستاذ محمود المحامي؟ اسكت، ده طلع واد تافه. اول ما وصلنا روما سابني وبقى يبصبص لطوب الارض، حتى البنات اللي بيشتغلوا في اللوكاندا. أنا آسف إني أبلغك بإن آخر مهلة عشان تسديد المبالغ بتاعت رحلة اسكندرية زي النهاردة، يعني قدامك أسبوع واحد، وبعد كده مضطرين أبلغ النيابة. مين اللي قالك تبلغني الكلام ده؟ المسؤول عن الرحلة
الدكتور فكري. الدكتور فكري اللي قالك كده؟ ايوه يا انسه. ما انا اديت لك مهله كفايه يا سميره، كنت فاكرك هتفهمي. معلش يا دكتور، طلعت غبيه. انا فاهمك كويس قوي، انت ساعات تحبي تعملي غبيه. طب يعني هتمديلي المهله ولا ايه؟ خلاص يا ستي، اعتبري نفسك سددتي المبلغ. ازاي؟ مش فاهم. مش بقولك ساعات تحب تعملي غبية؟ مجدي، انا هتجوز يوم الخميس الجاي. وقابلتيني ليه النهاردة؟ عشان اودعك. ومين بقى يا ترى العريس السعيد؟ الدكتور فكري. معقولة دي؟ مش ده اللي كان بيقول عليكي بلدي؟ يمكن غير رأيه ونفسه في البلدي. يعني هتعيش معاه في الفيلا بتاعته؟ الفيلا والعربية وكل حاجة. ايه، كتير عليا؟ لا ابدا، بس انا اللي اعرفه ان الدكتور فكري بيقولوا يعني انه مش صحيح. مراته اللي ماتت هي اللي كانت بتشيع عنه كده. على العموم مبروك، ربنا يسعدك. يمكن الدكتور فكري يقدر يحقق لك الحياه اللي بتحلمي بيها. انا هكون زوجه مخلصه للدكتور فكري، لكن هفضل احبك. حبي ليك مش خيانه لحد، انا بحبك غصب عني. صورة ابنك منورة المجلة ازاي؟ هو النبي يا حبيبي يا ابني، بيقولوا عنه ايه بقى؟ دول يا ستي بياخدوا رأيه في عمليات جراحية جديدة وحاجات ما نفهمش فيها. انا مش قلتلك ان ابني ده هيكون نبغة؟ ما كنتيش مصدقاني وعاوزة توظفيه بالثانوية. يا راجل، والنبي لولا قسوتي عليه ما كان نفع. قولي مين البنية الحلوة اللي متصورة جنبه دي؟ والنبي دي تنفع عروسة المجد ابني؟ دي بنت وزير يا نفيسة. يو، وماله يا اخويا؟ هو مجدي يتجوز اقل منها؟ اولا انا مش ناوي اتجوز دلوقتي، انا لسه قصادي كفاح طويل، ولما يجي وقت الجواز هختار عروسة تكون من مستوانا. طب والنبي تبطل التفكير اليوكس ده، كفاية يا اخويا اللي شفناه في عشتنا. طب وديني لأكيد بك الأعادي وعط فرحك كده، وعلى يميني حماتك مرات الوزير. يا ماما أنا ما بفكرش دلوقتي غير في الشغل. يا رب يا رب مد في عمري واشوفه أحسن دكتور في مصر. في زيارة منزلية في مدينة المهندسين يا دكتور. خدت العنوان والتليفون؟ أيوة، 4 شارع عامر، ده قدام بيتنا تقريبا. طب اتصل بيهم وقول لهم اني هفوت بعد العياده. حاضر يا دكتور. في حد في اوضه الكشف؟ ايوه يا فندم، اتفضل.
اهلا وسهلا لحضرتك. حضرتك مين؟ انا الدكتور. حضرتك حضرتك الحكيم؟ دي واحدة. يا دكتور الشر كله على النبي. الحكيم وصل يا جماعة. لا مؤاخذة، حط فيه شوية زعل بسيطة، دقيقة واحدة، تاني تفوقي يا مهلبية، خصيبك النبي تفوقي، حرام عليك يا شيخ، ده انا قلبي اتسرق. مهلبية انت عايزاني اعمل ايه بس عشان تصالحيني؟ اطرح نفسي؟ طب ايه؟ ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ يا سيدي انا مش مهم، شوفها هي. طب شيلوها دخلوها في اي اوضه، معقول كده؟ اشتدوا معاك بالراحة عليك. حول الله يا رب. اسم الله عليك يا حبيبتي، الف بعد الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم دي اخويا معايا. يا حول الله يا رب. ربنا يستر. اللي صابك يا الف بعد الشر، ان شاء الله اللي كان السبب. ده مش راسي بس، ده انا كل فدى المهلبية. خلاص بقى انت مهلبية، حصل خير؟ ممكن تتفضلوا حضراتكم بقى عشان اعرف اشوف المريضة. يلا يا اخوانا كل حي يروح لحاله عشان الحكيم يعرف يشوف شغله. طب والنبي يا اخويا خلي بالك منها. ربنا يستر بقى. لو سمحت اتفضل بره. ده انا عبد رب. برضو اتفضل. انا الحدق، ما يغركش منظري كده، انا مش فتوه، ده انا جوزها. لا مؤاخذة انا اسف. وانا على كل ان انا هقعد ساكت خالص مش هفتح بقى. اهو. ألف سلام على المهلبية. لا مؤاخذة يا دكتور، مش قادر مش قادر. أمان عليك يا شيخ، تخليك حنين عليه، ولما تفوق قول لها تسامحني، وهو برضو كلمتين حلوين من كلام الدكترة فيهم الشفا. حاضر. طمنا يا دكتور. اطمن قوي، ما عندهاش حاجة. يعني لا مؤاخذة ما يلزمهاش دواء، اوبر، برشام، لبخة. هي بس اعصابها تعبانة شوية، وانا هكتب لها على دواء يهديها. ينصر دينك يا شيخ، اهي اعصابها دي سبب البلاوي كلها. كلمة واحدة قرشلي تخليها تطيح في البيت زي الطبق الاعمى. لكن اميرة قوي، كلمة حلوة تخليها تروق وتحلى وتبقى زي الزبدة السايحة. لو حصل اي حاجة بعتولي، انا في العمارة اللي قدامكو عن مصر. اتفضل. ونعم الجيرة. ولم واخذ اسم الكريم ايه؟ مجدي امين. اجدع ناس. محسوبك عبد ربه الحدق، ملك الخردة. لم واخذ يخش في استخصاصي، عربيات كهنة، لواري، مكان مية، حتى بالعافية الطيارات عندي كافة ماركاتها. بس انت امر. متشكرين قوي. العفو يا دكتور، مع الف سلام. جبنا رمشتة الدواء وجبنا كف. الله. الو. ايوه يا فندم. انا اسفة يا دكتور. مهلبية. انا طبت خلاص. ما دام زارني احسن دكتور في مصر. بقول كده عشان انت عرفت ان انا ما عنديش حاجه. والنبي يا دكتور ما كان عندي حاجه. بس انت عصبيه شويه. وايه بقى حكايه الاطباق اللي انت بتكسريها دي؟ اهو من ده كل شهر يا دكتور، وساعات كل اسبوع حسب الاحوال.
على العموم بشتري صحون مخصوص للتكسير، وساحة الخناقة أزعق وأقول يا بيت فين صحون التكسير؟ لا ده انت زيارتك خطر. باين عليك انت اللي خطر. هتشرفنا امتى بإذن الله؟ أنا تحت أمرك، بس انت ما عندكيش حاجة خالص. يا سيدي بلاش تزورنا بصفتك دكتور، احنا مش جيران ولا ايه؟ اه اذا كان بصفتي جاركم طبعا يبقى لي الشرف ان ازوركم، لكن قوليلي انت ليه كنت شاكه في التهاب المسرى الاعور؟ انا ملتهبه على الاخر يا دكتور، وهلتهب اكتر النهارده الساعه 9. لا وحياتك اوعى تتاخر، 9:05 الالتهاب هيعمل انفجار، وانا ماليش دعوه، تبقى انت المسؤول. مع السلامه يا دكتور. انا مستنياك من قبل الميعاد بساعة، بس انا جاي في الميعاد بالظبط، وانا احب الراجل اللي مواعيده مظبوطة. اتفضل. امال الاستاذ عبد ربه فين؟ الحدق سفرته اسكندرية هو والواد. ويا ترى ايه اخبار الالتهاب؟ راح طلع لفوق. ياه بسرعة كده؟ ده انت اول مرة تشوفيني دلوقتي. مين قالك كده؟ انا جيت وانت تعبانة واديتك حقنة منومة. وبعدين قصدك حقنة منبهة؟ انا متعودة عليهم، البنج ما بيأثرش فيا، اصلي سوابق مخدرات. لا متشكر ما بشربوش. اجيب لك كاس، اظن الويسكي مش عيب. ما قلتليش ايه رايك في الفستان ده؟ الحقيقه شيك قوي، يجنن عليكي. انا الليله دي حاسه اني عروسه، نفسي البس لك 20 فستان. اظن مش مصدق اني شفتك قبل كده. اولا انا حافظه وشك حته حته، ومن يوم ما سكنت قدامنا وانا بشوفك يوماتي، الصبح وانت خارج بالعربيه وبالليل وانت راجع، ويوم ما شفت صورتك في الجورنال قمت خليتهم يقولوا لي الكلام اللي مكتوب تحتها، ولما عرفت ان الدكتور قلت اعمل عندي التهاب في المصران. ولولا دبت خناقه بيني وبين الحدق كنت جيت لقيتني مستنياك. ايه رايك بقى؟ هتقول عليا ست وحشه بخون جوزي وبحب الناس من البلكونه؟ الو ايوه اسكندريه. طيب ده الحدق لازم يكلمني في التليفون ويقول لي على كل تحركاته. الو ايوه يا عبدو، ازيك وازاي الواد؟ وصلتوا بالسلامه؟ طب عملت ايه من ساعه ما سبتني؟ ركبت المجري وشربت ازازتين بيره ورحت دورت الميه مرتين. يا دهمت شوية، وحشتيني يا روح قلبي. يا ترى عاملة ايه من غير يا مسكينة؟ تليكي هتتجنني وانت محبوسة لوحدك في وسط 4 حيطان. لا اطمن. الله نفسك حلو قوي. بقولك ايه، الدكتور مجدي هنا قاعدين معاكي يسليكي شوية. اسمعي امسكي فيه بايديكي واسنانك، اوعي تخليه يمشي، اعملي له قهوه وشاي ان شاء الله يا رب يطلب محشي تحشيله، المهم يقعد معاكي ويأثر عليك الوقت. الو الو ايوه يا اخي مده تانيه، اما ايه اللي تزوق بصحيح؟ واحد والجماعه بتوعه بيكلموا بعض، خش عليهم الخط بغير يا احمد دستور ليه؟ اسمع بقى. الو الو ايوه يا روح عبده، سكر انت يا جميل. يا راجل اختشي عيب،
انت عجزت على الحركات دي. طيب طيب مع السلامة بقى. يوه مع السلامة. لما هتعرفه كويس هتحبه، اصله طيب قوي. يوه يقطعني، نسيت اقوله جيب حتة قماش لامي. هي والدتك عايشة معاكي هنا في البيت؟ اولا انا ما اقولش والدتي، اسمها امي. ثانيا انا مأجرة لها شقة لوحدها. جربت كتير تعيش معايا مفيش فايدة، كانت بتوقع بيني وبين سعادته، طمعانة فيه وعاوزة تستغله وتاخد فلوسه عمال على بطال. اخ يا ريتني كنت من غير ام. هي سبب في اللي حصل لي. ليه؟ انا يا سيدي وعيت على نفسي في بيت من 4 اوض، بنام انا وامي مع راجل في اوضه منهم. فضلت على الحال ده سنين، وبقيت لعبه في ايدي اللي معاه تمنها، لغايه ما الحدق طب البيت حبني وطلب ايدي وافقت. اصله كان حنين قوي، وكمان كنت عايز اخلص من القرف اللي انا فيه، وبقالي 10 سنين متجوزاه عمري ما خنته. كل حاجه جابها لي الحدق، الفيلا والعربيه والخدامين، الا الحب. الفراغ اللي انا عايشه فيه هيموتني هيجنني. عرفت بقى ليه ياما اتمنيت ما يكونش ليا ام؟ انا زهقتك بكلامي. بالعكس انا مستعد اقعد اسمعك للصبح. والنبي صحيح يعني اكلمك كل يوم؟ يا ريت. وتكلمني؟ ايوه. وتطمني عليك وتقولي رحت فين وجيت منين وشفت مين وقابلت مين؟ طبعا. وغير عليك؟ وغير عليكي يا حلاوة. بقيت احن للعيش اكتر ما بحن لبيتي اللي فيه جوزي وابني. انا خلاص يا مجدي اتعودت عليك، مش هقدر استغنى عنك ابدا. انا كمان يا مهلبيه. تعرفي لما بتوحشيني وما اقدرش اشوفك بعمل ايه؟ باجي هنا لوحدي واقعد افكر فيكي. لا
الشقه دي ما تخشهاش من غيري ابدا. اوعى تكون بتخني، انت عارف وديني هقتلك يا مجدي. حاضر يا روحي، حاضر، ما تزعليش. اهلا اهلا اهلا، انت فين يا دكتور؟ ده انت بتوحشنا خالص يا راجل. اهلا اهلا بيك يا معلم. ده النبي وصى على سبع جار. معلش اصل شويه مشاغل. ازيك يا مدام؟ ان شاء الله تسلم، وحشتنا. اتفضل، الصحبه كلها في استنزارك. اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اوعى له عبده عشان يقعد على شاطة المعلمة. اتفضل. فينك يا دكتور؟ ده انت اخر قعدة سلطانة قعدتها معانا كانت تيجي من شهر. معلش، اصل الحقيقة يعني ايه؟ اوعى تكون اتجوز؟ ايوه خطبت. الف مبروك. بحق جاه النبي، ده انت تستاهل سنيورة. امير وطيب وابن حلال، ده كفايه اخلاقك الحلوه يا سكره. الله يخليك يا معلم. مساء الخير يا دوك. مساء الفل يا ست الكل. ما خلاص يا واد، ربنا تاب عليا منها. حد يصدق انك تبطل المزاج؟ دي هي المزاج كله يا كشك. يلا فلبية قوم احيي الفجال. يلا يا ست الكل خليها تبقى ليلة فل. يلا يا صلاة النبي، يا صلاة النبي احسن ليلة فل والله. جميل حلاوة. انتي بطلتيه عشاني وانا اتعلمته عشانك. والحدق منشكح قوي كمني بطلته، ومنشكح اكترك منك انت اتعلمته. بس انا بغير لما بروح لكم البيت واشوف معاملته ليكي. مهلبية انا بحبك، فاهمة يعني ايه بحبك؟ يعني ما طيقش اشوفه يلمسك قدامي. يا حبيبي وحياة ابني ما خليه قرب لي من هنا ورايح. شوف يا دكتور، احنا رجالة زي بعض. طبعا في حاجات الواحد لو سكت عليها تمس مرجليته. حاجات زي ايه؟ تفتكر ايه الشيء اللي يتعب مرجلية الراجل غير حريمه؟ قصدك على مين؟ مهلبية. مهلبية؟ مالها؟ مالها يجي شهر مش طيقاني ولا عاوز اجي جنبها زي ما اكون جربة، مع اني وشرفك ليلاتي قبل ما انام بستحمى واخد دش وادعك سنان. ما هو اكيد في سبب. ما انا بقول لك على وجعتي عشان تريح قلبي وتقول لي على السبب. وش معنى يعني اخترتين انا؟ اول هام انا بعتبرك اخ شيء، تاني هام انت دكتور ومتعلم ومتنور. تفتكر ايه اللي لا مؤاخذه منعها عني؟ والله مش عارف، لكن انا بقول يعني تستنى عليها شويه كمان، واذا فضلت على كده انا هبعتك لدكتور صاحبي امراض نسا يبقى يكشف عليها. ابدا ومام الحسين ما حد كشف عليها غيرك انت. وانا استامن دكتور على اهل بيتي غيرك انت؟ بس انت قولي امتى
وانا اجيبها لك لحد هنا تكشف عليها وتقرر. الو الدكتور مجدي موجود من فضلك؟ ايوه فندم. ثانية واحدة واحدة ست صوتها حلو قوي. يا بختك يا عم. الو نعم. اهلا اهلا وسهلا. اللي رد عليا ده عبد ربه مش كده؟ لا ده واحد صاحبي. ايه بتغير عليك من اصحابك كمان؟ ومقام النبي انت جن مصور. معادنا النهاردة اوعى تنسى. اه طبعا ما انا هشوفك هناك. مع السلامة. ما عطلكش بقى عشان اسيبك تفضل نفسك. لا يا معلم ده انت فهمت غلط. اطلع من دول يا جن. 100% واحدة من ايهم. لا مؤاخذة يا دكتور صابي الميكانيكي برا بيقول لسيادتك ان العربية مش هتلحق تخلص النهاردة. تحب سيادتك نقول له حاجة؟ لا معلش خليه يخلصها براحته. انا هاخد تاكسي. تاكسي مين يابا؟ هو انت هتلاقي هتلاقيهم كلهم رابطين الفوطة الصفرة. عربيتي الشافورميه تحت امرك. لا معلش اصلا انا مش هروح على طول. يمين ثلاثة ما حد موصلك غيري. انما لا مؤاخذة يا دكتور مجدي ولو فيها رزالة انت ما فكرتش تتجوز؟ الحقيقة لا. تعرف ابو الامجاد انا لما كنت من دورك كده كنت اشقى اهل الارض. انما بعد ما اتجوزت مهلبية ربنا هداني. انا شايف كده برضو. بس هي السبب. ازاي بقى؟ اصل الراجل الجدع تنخيه الست كويسة. يعني مش معقول يجيني دم ملعب بديلي برا وانا عارف ان انا سايب في بيتي واحدة ست محترمة صاينة عرضي ومحافظة على شرفي. فعلا عندك حق. ركك انت بس تقع في واحدة ست زي مهلبية وهي تتوبك. يا ريت يا معلم. متشكر قوي قوي يا معلم. لا العفو دكتور. لا شكر على واجب. مع السلامة. مع السلامة اخوي. الله يسلمك. انت مش طبيعي ليه؟ بتفكر في ايه؟ انا؟ امال انا؟ انا خايف عبد ربه يكشفنا يا مهلبيه. لا من ناحية دي اطمن قوي. انت عارف قد ايه هو بيثق فيا. مهلبيه انا عايزك تبقي ظريفه معاه. انسي اتفاقك معايا انه ما يلمسكيش. اصل الحكايه دي ممكن تخليه يشك في علاقتنا. كده اهو. على كل حال يا مهلبيه ده جوزك اولا واخيرا. ايوه صحيح. ده انا كنت ناسيه. انا ضميري بيعذبني يا مهلبيه. يا سلام مش معنى دلوقتي بعد سنتين على غفله كده. عبد ربه جوزك. خش اوضه النوم بسرعه. اخش؟ طبعا اتفضل اتفضل يا معلم. انا ما عنديش حد جوه. لازم بقى الوزه اللي انت موعدها فرقعتك ولا ضربتك بومبه. فعلا ما جاتش. معلش ملحوقه على العموم سيرها تيجي. هي هتروح فين؟ تتفضل استريح. لا ما بديهاش. اصلا انا مؤاخذه رجعت تاني عشان افتكرت ان انا نسيت اديك الهديه الحلوه دي. ايه دي؟ ده حق عنبر ما تقولش لعدوك عليه. مش فاهم. حتى منه قد راس الدبوس على فنجان قهوه ساده هتخليك ضيان الضيان. هتدعي لي انت وهي. الله ايه الحركات دي بقى؟ لا ابدا ده يا لئيم فاقسك. انا حبس الوزه في القفص وتقول لي ما جاتش؟ ابدا يا معلم. ده انا عايز اقول لك يعني يابا لا تقول ولا تعيد. انا لا شفت حاجه ولا سمعت حاجه. ثم احنا اصحاب وعلى راي المثل الصاحب ليه على صاحبه كدبه وسلفيه وشهاده زور. مدك بعافيه يا ابو الامجاد. مع السلامه. شد حيلك ان شاء الله. بص دبوس وابقى كده. مع السلامه يا معلم.
الحكاية؟ ايه اللي جابه ده؟ طب يلا هات شربك وتعالى نخش جوه. معلش يا مهنبية لازم انزل دلوقتي، عندي شغل مهم في العيادة بعد الظهر. الو؟ لا يا فندم الدكتور ما جاش، هو قال انه مش جاي بعد الظهر النهارده. ازاي؟ هو قال ان عنده شغل مهم في العياده بعد الظهر. طيب اسمع يا منيل، انت اذا رجع واتصل بيك خليه يكلمني ضروري في البيت. اما النهارده حصل حته الدين فصل، انما يموت من الضحك. خير؟ الدكتور مجدي. الدكتور مجدي ماله؟ مش سامع ان عنده جرس سميره؟ ها؟ او ربنا كده. الواد ده جن قوي، تصوري واحده طالعه وواحده نازله، واحده طالعه وواحده نازله. ايش عرفك؟ الله، ما انا بروح له فيها وهو قال لي على كل حاجه. مش احنا خلاص بين اصحاب؟ الله الله، بحضرتك سايبني في البيت طول النهار زي الطوبه وداير لي على حل شعرك. افهميني بس، انا مش هفهم حاجه. الدكتور ده ما تشوفوش غير في البيت هنا وبس، ما تروحلوش ابدا، احسن هكسر اخلاقك. بتغيري عليا مهلبيه؟ امال يعني حغير على مين؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. عبدو، ساتر استر يا رب، اللهم اجعله خير. الو؟ لا يا ست هانم مش موجود، هو ما رجعش من ساعه ما نزل الصبح. والله مش عارف، مع السلامه. هي برضه الست المايسه اياها اللي بتكلمه كل يوم؟ حرام عليك يا نفيسه، مجدي دلوقتي مش ملكينا، ده بقى ملك الناس. طيب ما احنا كنا بالرب للناس. مهلبيه؟ مالك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ ابعد عني يا سافل، هي فين؟ هي مين؟ المومش اللي معاك هنا. محدش معايا يا مهلبيه. لا يا شيخ، والنبي ايه؟ انا شايفاها بعيني، شايفاها بعيني. عليا انا الكلام ده؟ انا قلبي حاسس انك بتخوني، انت بقالك مده متغير. مهلبيه انا هفهمك. يا شيخ وكنت بتشرب معاها ويسكي. مهلبيه مهلبيه علي، بلاش فضايح الناس. صحيت انت بتقول ايه علي؟ انت بتقول يا عقل بعد ما خطفت حياتي؟ معلبية معلبية، ما تسيبنيش. قالي يا رب معلبية، حياتك عندي انا جيت لوحدي، ومن ساعة ما سبتك وانا بفكر فيك. انا عارفة انت بتفكر فيك. ما تسيبنيش ما تسيبنيش، ربنا يخليك ما تسيبنيش. لو سبتني عادي يا مجدي عادي، عشان انساك يا حبيبي لازم اعرف راجل تاني وتالت، ربنا يخليك ما تسيبنيش. محلبية فهميني، عبد ربه في الاول ما كانش صاحبي، دلوقتي بقى صاحبي وانا بتعذب. يعني انا اللي ما بتعذبش؟ انا اللي عايشه مع راجل وبحب راجل تاني. انا مستعده اتطلق من عبد رب واعيش معاك من غير جواز.
مجدي موجود من فضلك؟ ايوه، كشف ولا استشاره؟ لا، لو سمحت تقول له سمير عزت زميلتك. ثانية واحدة يا فندم، اديله خبر. اتفضلي يا ستان. اهلا اهلا يا سميره. ازيك يا مجدي؟ ازيك انت؟ ايه الشياكه دي كلها؟ فينك من زمان؟ في الدنيا. مالك يا سميره؟ تايهه يا مجدي. ليه؟ بعد كل التعب ده بصيت لقيت نفسي لوحدي. ازاي؟ والدكتور فكري فين؟ فكري فصلوه من الجامعه لانه كان بيستغل نفوذه. للاسف. بعدها بقى عصبي بطريقه فظيعه. اتطلقنا وباع الفيلا وكل ما يملك وهاجر وساب البلد. ماما ومفيده زيهم؟ ماما ماتت ومفيده اتجوزت وسافرت الصعيد، وانا بس اللي فاضله لوحدي. فاكر الكلام اللي كان بيتقال على فكري ايام مراته الاولانيه؟ ايوه فاكر. طلع مش اشاعه ولا حاجه، كنا ظالمينها معاه. امال كنت عايشة معاه ازاي المدة دي كلها؟ امال كنت اجيب ده كله منين؟ الدنيا كده يا مجدي، ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غلط عشان يحقق اللي هو عايزه. للأسف كل الأحلام اللي جريت وراها طلعت أوهام. يا ريتني سمعت كلام قلبي. تصور بعد العز اللي كنت فيه ألاقي نفسي ساكنة في أوضة في بنسيون. أنا خلاص انتهيت. ليه بتقولي كده يا سميرة؟ انت كنت مسؤولة عن عيلة بحالها ولا كانش همك؟ عارفة الغلطة الوحيدة اللي غلطتيها ايه؟ ايه؟ انك لما اتجوزتي سبت الشغل. ليه ما ترجعيش تشتغلي تاني؟ اشتغل ايه؟ انا خلاص نسيت الطب. متهيألك. اسمعي، المستوصف اللي كنت شريك فيه مع جماعة من دفعتنا، انا اعرف انهم محتاجين لتخصصك وهيفرحوا بيكي قوي. ايه رأيك؟ وفي حاجة كمان، أنا عندي شقة صغيرة مش عايزها، خدي مفتاحها وقعدي فيها، ممكن تريحك أكتر من البنسيون. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا مجدي. العفو يا سميرة، بس بقولك إيه، ابقي غيري كلون الباب، أصلي ساعات كنت بدي المفتاح لجماعة أصحابي. قدامك فرحة ولمة. والنبي يا أمه، بعد نقطة واحدة. أيوه ديش. شوفي كده يا رب. يا اخويا هو ده وقته. ما تاكل يا حمادي، اصبطي لي كوخه ولا مش عايزه. شاهده بقى. الله وحشاني وحشاني يا سفينه. قوي قوي قوي. ايه ايه؟ لا ايه ده؟ Thank you.
مش دي برضو شقة الدكتور مجدي؟ كانت شقته، انا خدتها منه. يعني هو مش موجود؟ لا طبعا مش موجود. حضرتك عايزاه في حاجة؟ لا معلش، هو مش هيجيلك تاني؟ يجي يعمل ايه؟ بقولك خلاص انا خدت الشقة، يعني بقت بتاعتي. اسفة. تسمحي المفتاح اللي معاكي ده بتاع الشقة؟ لا ابدا لا ابدا. انت كنت بتجيله هنا كتير؟ عن اذنك. ابقي غيري كلون الباب، اصلي ساعات كنت بدي المفتاح لجماعة اصحابي. مهلبية؟ في ايه؟ ايه اللي نزلك دلوقتي؟ ما تلمسنيش، مهلبية ما يلمسهاش غير الرجالة. الله، جرى ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول لك حقيقتك اللي انت عارفها كويس، تقدر تقول لي سبت الشقة ليه؟ عايز تهرب مني؟ مهلبية مش كده، احنا في الشارع. ايه تعالي؟ تعالي بس هنتكلم. سيبني بقى مش عصبية. تعالي هنتكلم. هتهربني على ايه؟ كفاية اللي جرالي منك. ما تبقيش عصبية كده يا مهلبية. عايزني ابهر. تعالي بس. عايزني. تعالي عشان نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ هتقولي عتضرب بصاحبك؟ ما انت بقالك سنتين بتعرفني، اشمعنى دلوقتي ضميرك صحي على غفلة؟ مش كده يا مهلبية، ده انا بحبك. بحبك؟ انت بتحب نفسك وبس. عبدربه في السجن لكن ارجل منك، وجه دوري عشان اقف جنبه واردله جميله عليا، الجميل اللي كنته مع واحد ما يستاهلوش. هتسكتي ولا سيبك وامشي؟ كمان خسارة فيك كل دي، اديتها لك من عمري.